السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير صحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناة مطبخ سميرة. في الحقيقة هذه مدة طويلة ما حطيت لا فيديو، توحشتكم بزاف. بحالي وحدة شي حاجة اللي ناقصاني، تولفت معاكم وتولفت كنحط الفيديوهات، كنت بحال اللي عييت. ويعني كما كتعرفوا اللي كيتبعني عند المشاهدين قليلة، كنت بحال اللي حسيت بواحد الملل ودرت واحد الاستراحة، واحد الاستراحة اللي شوية طويلة مع العطله ومع الدخول المدرسي. حنا في المانيا يعني دخلوا دابا المدرسه شي جوج سيمانات، كنكون عارفه التحضير مع الاطفال وهذا يعني بزاف ديال الاشغال. درت واحد الاستراحه ودابا يعني توحشتكم بزاف، وقلت اليوم علاش ما حطيتش فيديو باش منو نحط لكم فيديو منو نسلم عليكم. نتمنى انتم تكونوا وحشتوني وفقدتوني، وبلا ما نطول عليكم بقاو معايا وشوفوا. اليوم غندير لكم واحد الحلوه اللي كديرها على البنات، حلوه اللي شيشه وليده بزاف وسهله في التحضير، ومقاديرها بسيطه بدون بيض بدون خميره، كتجي رائعه البنات. بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير، المقادير ديالها بسيطه وسهله يعني كتكون في اي بيت. عندي هنايا 500 ديال الدقيق مغربل، عندي هنايا 180 غرام ديال الزبده، اي زبده عندكم. انا درت زبده حيوانيه كتعطينا واحد المذاق عاد احسن، تقدروا تبدلوها بالمارغرين. عندي هنايا زوج معالق كبار ديال السكر حبيبات، عندي قبصه ديال الملح وقشور ديال الحامض، تقدروا تعوضوه بالفاني، تقدروا تستغناو عليه تماما الا ما بغيتوش ديروا اي كان. عندي هنايا 250 غرام ديال الياغورت الطبيعي المسوس، تقدروا تعوضوه باللي فيه بالفاني او لا ديروا غير الطبيعي. وكيبقى عندي هنا 250 غرام، غادي كيبقى على حسب الخليط، على حسب الدقيق واش كي يعني كي غادي تشرب مزيان ولا غير قليل، نقدر نزيدو نقدر تنقصو. عندي هنايا 250 غرام 150 غرام ديال البندق اللي هرمشتو وحمرتو في شويه في المقله، حتى هرمشتو عاد حمرتو. تقدر تعوضوه باللوز، تقدر تعوضوه بالكاوكاو بالقرقاع، اي مكسرات كتعجب لكم. وعندي هنايا غادي نديرو مع هاد القرقاع، هذا كيبقى حتى الاخر. عندي هنايا 100 غرام ديال السكر، تقدر تزيدو الا كتعجبكم مع الحلاوه، تقدر توصلو حتى 150 يعني كاس عامر. انا درت نص كاس ديال العلبه. صافي دابا ندوز للطريقه. هادي غادي نخليهم حتى الاخر، هاد البندق وهاد السكر. كناخد هاد الدقيق، وعندي هنايا الزبده اللي كيكون يعني كنخرجوه من الثلاجه، كيكون يعني قاسح، غادي نحكوه في الحكاكه يعني ما غاديش يكون في حراره الغرفه، خصو يكون من الثلاجه باش كتجينا الحلوه زوينه. صافي كتحكوه، راه ساهل هذايا باش تحكوه. كما شفتوا هاد الحلوه ما فيها لا بيض لا خميره، وكتجي لذيذه بزاف، هشيشه واحد المذاق اللي روعه. صافي ملي كنحك كلشي داك الزبده، الا جات لكم يعني طريه زبده في الثلاجه تقدروا ديروها في واحد 10 ديال الدقائق في المجمد. صافي دابا غادي نحاول ندخل كلشي هذاك الزبده مع هذاك الدقيق. كتبسبسوه هكذا حتى كيولي كلشي يعني كتخلط هذاك الدقيق مع هذيك الزبده، عاد كتزيدو المقادير الاخرين. صافي ملي بسبس هذاك الدقيق مع هذاك الزبده كي كيولي، غادي نزيد دابا داك جوج معالق كبار ديال السكر، وغادي نزيد قبصه ديال الملح وهذاك الكشور ديال الحامض. صافي دابا غادي نزيد الياغوت وغادي نجمع العجينه. حتى الياغوت كنجبدو يعني الثلاجه كيكون بارد. كندير وكنجمع، ما نديروش خطره باش نشوف العجينه بشحال غادي تهز ليا ديال الياغوت. صافي ملي جمعت العجينه، انا خدات لي هزات لي غير هذاك 250 غرام ديال الياغوت. كي كتجي يعني ما كتجيش رطبه بزاف وما كتجيش قاسحه بزاف، يعني متوسطه. صافي دابا غادي نجمعها وغادي نديرها في بلاستيك غذائي. ملي درتها في بلاستيك غنديرها في الثلاجه واحد ربع ساعه، الا كنتم مزربانين تقدروا ديروها في المجمد غير واحد 5 ديال الدقائق. صافي باش كت يعني كتسهل علينا باش نسرحوها. صافي غادي نرجع معكم، ما تلصقش بهذيك الزبده.
صافي انا درته في المجمد، غير واحد 5 ديال الدقائق غادي نحيد له هاد البلاستيكه. تقدر تسرحو في خطره واحده، تقدر الا بغيتي يعني يجيبكم ساهل نقسمها على جوج. ونيت في الاخر غادي نردو في الثلاجه. غادي درت ورق ديال الزبده كما قلت لكم، تقدر تسرحو حتى على سطح العمل. صافي دابا غادي نسرحو بالمدلك، كترشوه بالدقيق، هو قاسح شويه ولكن هكذا احسن باش كيتسهل علينا الخدمه، لان الا كان يعني سخون ما درناش في الثلاجه كيكون هذاك الزبده كتكون كتلصق. صافي دابا غادي نسرحها. ملي سرحت العجين ديالي كي كيكون يعني خصها تكون هكا رقيقه، صافي دابا غادي نقطع هكذا باش نقادها. لا ديروها غير تقطعوها غير بالموس. صافي ملي قديتها كناخد دابا هذاك البندق كنخلطو مع هذاك السكر، تقدروا تزيدوا القرفه الا كتعجب لكم، حتى هو كيجي زوين. انا اكتفيت بالثوق ديال البندق، تقدر حتى تزيدوا القرفه الا بغيتوا. صافي غادي ناخذ دابا النصف ديال هذا المقدار وغادي نرشو على العجينه. غادي نحتفظ بالنصف لان باقي لي عاد نصف ديال العجينه. صافي ملي وزعت كلشي هذاك البندق مع السكر كدوزوا عليه المدلك هكذا باش يعني بحال اللي كيثبت على هذاك العجينه، بحال اللي كتضغطوا عليه. صافي دابا غادي نقطعوا هذاك الشرائح، نتوما ديروا يعني القياس اللي بغيتو. أنا غنقسم هاد العجين على ثلاثة. صافي غتقطعو هكذا عاود مربعات على حسب كما قلتلكم، على حسب نتوما اللي بغيتو، واش بغيتوهم صغار ولا كبار. في هداك الكركاع عفوا هداك البندق بحال يعني مكتقدرش تقطعني بصورة. صافي ملي قطعتو هكذا غادي نبقاو نلويه هكذا بحال اللي كنضغطو عليه هكا شوية وكنلويو، يعني طريقه سهله. صافي كان بحال اللي كان يعني كنضغطو عليه هكا باش ما يكحلناش في الفران، ضغطو عليه هكا مزيان وكنردو هكا لتحت، كنضغطو عليه عاود شويه هكذا. صافي غنديروهم في الصينيه، الا بغيتو ديروهم صغار كيبقى لكم الاختيار. غزيد معكم وحده اخرى كما قلت لكم، راه الطريقه سهله وحلوه اللي زوينه. صافي كنضغطوا على هذا بحال كنسدوه. صافي كنضغطوا عليها هكا شويه كنديروها في السن. ملي كملت الحلوه ديالي درت هذا النصف مقدار هكا كبير ودرت النصف صغار، كيبقى لكم الاختيار تقدروا حجم صغير ولا كبير. صافي ملي كنديرهم في الصينيه كنضغطوا عليهم شويه، الفرن سبق لي وسخنته على 170 درجه. صافي دابا غنديروه تيبو على خاطر حتى كيتيبو مزيان، ماشي تيبونا من الداخل. ملي غادي تيبو غادي نرجع معكم. هاي البنات الحلوه ديالي ملي طابت كتخليها حتى كتحمر، ملي كتخرج من الفران كتزينوها بالسكر الثقيل كتجي رائعه البنات، كتجي محمره وكتجي هشيشه، وهذاك هذاك البندق كيجي رائع الداخل، واحد المذاق اللي خيالي. كتخليوها غير تحمر تحت، انا دوزت على النهايه حمرت بزاف كتحمر. كما قلت لكم كطيبوها على 160 او 170 درجه باش تطيب لكم من الداخل، وكتجي تخليوها تطيب على خاطرها كتجي رائعه البنات. نقطع لكم وحده تشوفوا، نقطع لكم تشوفوا كتجي البنات كتجي رائعه، كتجي مقرمشه وهشيشه لداخل كي تشوفوا في هذاك البندق، كتجي رائعه البنات شحال هشيشه ومقرمشه من برا. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، وشكرا بزاف على المشاهده، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.